فير بلاي. 3 16 نوفمبر 2021 أرسلنا لكم في موعد جديد من فير بلاي. تنجموا تتابعونا وين ما كنتوا في تونس الكل من خلال لي فريكونس نتاعنا، كما تنجموا تتابعونا من خلال موقعنا راديو اكسبريس افام بوان كوم، كما تنجموا تشاهدونا ايضا بالصوت والصوره من خلال صفحتنا على فيسبوك اكسبريس افام، والا الصفحه الخاصه بالرياضه اكسبريس سبور، ايضا تنجموا تشاهدونا على قناتنا في يوتيوب اكسبريس افام. في بلاي من توا حتى 4 متاع العشية باش نحكيو على المنتخب التونسي، مقابلته بعد شوية 5 متاع و 8 متاع الليل مع منتخب زمبيا، بالتوفيق إن شاء الله المنتخبنا في المقابلة هذه، وباش نحكيو أكثر عن المقابلة. موجود معنا اليوم في البلاتو صديقنا المنجم إبراهيم محلل الفني. سي منجي أهلا بك. أهلا بك خويا إسلام، ومرحبا بخويا شاكر اللي وحشة، ومستمعين ومستمعات إكسبريس أف إم اللي يسمعوا فيني يقول لك شكون شاكر، ما هو خلينا نقدموك. أيضا يحضر معنا زميلنا وصديقنا من قناة حنبال ومباركوا له بطبيعة العودة نتاع قناة حنبال، نحبوها الناس الكل بطبيعة. شاكر مرحبا بك. شاكر كنزات. مرحبا إسلام، مشكور برشا على الدعوة ويعطيك الصحة، وإن شاء الله مبروك على المشاهدين نتاع قناة حنبال الكل، ونحب نرحب سي المنجي بن إبراهيم وكل المستمعين نتاعك. الوالدة مرجتني على المسلسلات نتاع حنبال في الليل. والله مش كان أنت معناتها صدقني إسلام الحقيقة، معناتها بارونتيز صغير، معناتها صدقني بيرسونيلمون كنت نعرف اللي حنبال معناتها عندها اسمها وتاريخها وكلمتها في المشهد الإعلامي، لكن وقت اللي قصت بور دو سومان ولا 12 يوم تشوف لي رياكسيون تاع العباد، صدقني معناتها مش خاطر توا معناتها مانيش باش نعمل دعاية لحنبال باعتبار ولدها، لكن تليفونات من كل دول العالم صدقني يا إسلام، وقت قص لونتين ووقت رجع لونتين تقريبا نفس عدد التليفونات. هاي مبروك، وبالتالي يظهر لي معناتها اليوم انا ما نحبش نقول على خاطر ولد حنبال، ولكن اليوم كل قناة وكل إذاعة وكل معناتها سيت موجود يخدم على روحه، والا كل صحافة مكتوبة ولا كل صحيفة راهي عندها بلاصتها، وحرام انه نسكروا اي مؤسسة إعلامية باعتبار اللي هي مش ملك الشركاء، مش ملك الإعلاميين، هي ملك للشعب التونسي، وتزيد تأثث التعددية في العالم الكل. عنا قيمة وعنا اسم وعنا اكيد ما نقوله في الإعلام التونسي، اذا تسكر اي مؤسسة إعلامية مهما كانت راهي باش تكون مضرة لتونس الكل مش للمؤسسة فقط. ان شاء الله يتفضل على كل الاشكال على قريب في المدة هذه، المهلة مديها لكم لهيك. دونك كما قلت باش نحكيوا على مقابلة المنتخب التونسي، لكن الاشكال ارتفع على السطح منذ تقريبا يومين وكبر، خاصة بحرب البلاغات اليوم كيف كيف بين الجامعة التونسية ووزارة الشباب والرياضة. هل فما جمهور والا لا؟ اليوم تقريبا قبل فضيحة، يعني قبل تقريبا قداش من ساعة، اقل من 5 سوايع ما نعرفوش اشكال المقابلة باش تلعب بالجمهور والا لا، في ظل الصراعات هذه الكل بين الجامعة والوزارة، باش نعرفوا قانونيا هل وجود الجمهور اليوم كما قالت الوزارة ينجم يضر المنتخب التونسي والا لا. على ذكا معنا بالتليفون الاستاذ أنيس بن ميم باش ناخذ رايه في الموضوع. أنيس اهلا بك. مرحبا بك سلام، مرحبا بشاكر، ومرحبا بكابتن المنجي، ان شاء الله معناتها بون ايميسيون لكم، وان شاء الله كيف كيف ايميسيون باهي للمستمعين بالي. ان شاء الله. أنيس شنو هي الوضعية تو؟ فهمت أكيد تابعت الصراع من الصباح بين الجامعة والوزارة، حابين نفهم النقطة قانونيا، هل وجود الجمهور اليوم في ظل عدم الحصول على التراخيص اللازمة للمقابلة ينجم يضر المنتخب في المقابلة ولا؟ هو شوف بطبيعة الحال باش نفسروا للناس، معناتها تنظيم مقابلة على المستوى الدولي ولا القاري في تصفية في المنطقة الإفريقية لكأس العالم، تعرف اللي الكاف هي المسؤولة الوحيدة على تنظيم المقابلات هذه. هو الكاف ولا الفيفا أنيس؟ لا هو الفيفا تصفية كأس العالم، لكن كل منطقة مسؤولة عليها من الهيكل القاري اللي منظم، مثلا أوروبا تنظمها اليوفا، الإفريقية تنظمها الكاف، ينسدوا سويت. دونك الكاف هي المسؤولة على تنظيم مقابلات تصفية كأس العالم منطقة إفريقيا، وهي اللي تحدد معناتها الشروط العامه للمقابله، وهذاك علاش يعملوا الاجتماع الفني ليله المقابله، يحضروا فيه الاطراف الكل معناتها قبل الساعه، ثم تخرج لا ديزينياسيون وقتاش تاريخ المقابله وتوقيتها والملعب اللي باش نلعب فيه والطريقه وبدا كيف تخرج بجمهور او بدون جمهور، واذا كان فما جمهور تعرف هذا كيف يبعثوا العدد الرسمي للجمهور المسموح ليه بالحضور للمقابله. دونك هذه تصير في بريمير فاز. في دوزيام فاز وقت اللي يدخلوا للتنظيم الفعلي للمقابله، ليلة المقابلة كما البارح يجتمع مع التسير الاجتماعي الفني اللي يحضر فيه مراقب المقابلة، المسؤول الأمني للمبعوث من طرف الكاف، المسؤول الكورديناتور جنرال، أعضاء الاتحادات الاثنين مع الاتحاد الزامبي والاتحاد التونسي، الفرق الاثنين المسؤول عليهم باش يشوفوا اللي تنوي اللي باش يلعبوا بها، معاها طاقم التحكيم
ويتم التداول ولا معناتها يتروشكو كما قلنا احنا لي كونديسيون تاع المقابله وقتاش باش تلعب الوقت الملاول مثلا الشيء اللي يتم الاتفاق فيه ما عادش يتغير بالكل مثلا اذا جمعيه قادره مش نلعب بالاحمر ولا بريزونتي تونيل الحمراء ما تنجمش غدا تجي تقول له لا نبغى غير رايي خاطر ما نسمخش بالاحمر باش نلعب الابيض دونك اذا كان المقابله من اصلها موعينه بدون حضور الجمهور باش يتكلموا في لي كونديسيون تاع الويكلو قداش عدد الحضور اللي باش يحضر خاطر تعرف مش مقابله خاليه من الجمهور هي بدون حضور الجماهير لكن تسمح للصحفيين يحضروا ثم معناتها اعضاء الفريقين الاثنين اعضاء معناتها الضيوف نتاع الكاف ولا المندوبين يحضروا هذاك يتم اعداد لي بادج الخاصه بالمقابله هذه الكل يقولوا راهو فما 100 بادج 200 بادج 500 بادج قداش موجودين الكل وكل واحد شنو الصفه نتاعو بالبادج اللي يحملوها هذاك تعرف انت على المستوى الصحفي فور اكزامبل تبعث قبل بمده للفيدراسيون بون الصحفيين اذا المراه هذه تدخل باش يكون بالكارت نتاع رئاسه الحكومه مش بالبادج هذا هاي معناتها دونك هذاك علاش معناتها يحضروا ويعرفوا قداش الاشخاص الحاضرين التلامذه اللي باش تحضر معناتها كان ثم معناتها المواقع وكل شيء دونك اللي هما اوتوريزي من طرف المالك الحقوق البث ويتم كما قلت لك التداول في التفاصيل هذه الكل دونك اذا المقابله بدون حضور الجمهور ويتفاجئ اليوم مقام غدوه معناتها يوم المقابله او في ساعه المقابله مراقب الكاف والمراقب الامني للكاف بوجود عدد يفوق العدد المسموح به والمتفق عليه اول حاجه باش يطلب اذا كان هو يكون معناتها توليرو معنا شويه باش يطلب اخراج الناس الزايده يعطيك ممكن توقيت نص ساعه يعطيك درجين يعطيك دي بال للوقت اللي باش يعطيه هو باش يخرجوا الناس الزايده اذا ما يخرجوش بالحال ينجم يسمحش بلعب المقابل ويعتبر الفريق المتسبب في الشيء هذا والاتحاد المتسبب في الشيء هذا معناتها هو اللي يؤدي الى انسحاب مع اعتبار فريقه منسحب ويتم هزمه جزائيا انيس كان فهمت مليح كلامك معناها اليوم لا سبيل اليه بحضور الجمهور معناها المقابله خاصه بعد ما في الاجتماع الفني هكا ولا بالضبط اذا كان المقابله معينه بدون حضور الجمهور لا يسمح بحضور الجمهور واذا كان انا شو نقول حاول نكون متفائل شويه نقول بليش فما اتصالات جانبيه تساعد بتغيير صبغه المقابله من مقابله بدون حضور الجمهور الى مقابله بحضور الجماهير واللي الحقيقه معناتها من داخل اللي نعرف اللي مش ممكن وتقريبا شبه مستحيل دونك اذا كان في غياب تنصيص وقرار كتابي من الكاف بتغيير صبغه المقابله من مقابله بدون جمهور لمقابله بجمهور راو يستحيل باش نجم يدخل الجمهور للملعب لانه يتسبب في ضرر للمنتخب التونسي. شكرا. به استاذ انيس مرحبا ماتر مشكور برشا على المعلومات هذم الكل. انا لحظات قبل ما ندخلوا للاستوديو كنت في اتصال حتى نعطيه صوره واضحه للمستمعين نتاعنا مع امين مورو اللي هو استاذ ايضا وعضو الجامعه التونسيه لكره القدم. يقول لي راهو اليوم احنا بالنسبه لنا كجامعه تونسيه لكره القدم حتى الاتصالات اللي صارت في الساعات الأخيرة إسلام وللناس اللي يسمعوا فينا مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم المقابلة ألي أوي تلو وإحنا نعرفوا معاش أستاذ دانيس توافقني ولا مستحيل أنه الاتحاد الإفريقي يتراجع ساعتين ثلاثة قبل المقابلة تكون أوي تلو تولي بالجمهور هذا صعيب برشا باعتبار أنه اليوم يقول لك أنت كدولة طلبت انك باش تلعب اوي كلو تلعب اوي كلو معناتها تعرف المقابله مبرمجه مش اليوم ولا البارح معناتها هذه مقابلات على مستوى عالي جدا. يقول لي الاستاذ امين مورو بالنسبه لهم الامور خرجت على الجامعه التونسيه لكره القدم واللي باش يتحمل المسؤوليه هو الامن اللي عنده مفاتح البيبان وهو اللي باش يحل معناتها البيبان للجمهور. الوزاره تقول انه المقابله ينجموا يمشيوا الجمهور ومرحبا بهم ما غير تساكر والناس الكل تدخل كيفاش باش يصير وكيفاش باش تحكم فيهم انت هو 50% و50% وكيفاش باش كيفاش باش يصير البروتوكول سانيتير لانه فينا المهم معناتها اذا كان فما معناتها مراقبه كيفاش باش تصير نتاع الناس هذم اليوم الامور اللوجستيه الامن والامور الصحه بالضبط يعني اليوم الاتحاد الافريقي لكره القدم يظهر لي بعد ما تونس كانت الدوله اللي تعرف تنظم ونعرفوا نعملوا اللي فينا ويجيوا لبلادنا ونلعبوا تشامبيونز ليج ب 60 و 50 الف في مختلف الملاعب نتاعنا اليوم يظهر لي باش يراجع الحسابات نتاعو باعتبار انه عركه اليوم بين الجامعه والوزاره الضحيه نتاعها لا هو الجمهور التونسي ولا هو الكاف ولا هو الفيفا ولا هي الوزير ولا هو سيد رئيس الجامعه الضحيه نتاعها راهو ينجم يكون المنتخب التونسي هاي. اليوم ما نعرفش فيما الظروف باش يحضر الملاعبيه معناها ابار الظروف من بعد العقوبات راهو نسمعوا حتى تو مع الاستاذ انيس انت عندك اكثر معطيات فما شكون يقول لك راهو النجم نتحرموا من المشاركه في كاس العالم اليوم الفيفا تعتبرك انك انت تتعسف على القانون نتاعها والاتحاد الافريقي لكره القدم اليوم راهو ماهوش مسيب اليوم الاتحاد الافريقي لكره القدم عنده لي كوميسير نتاعو عنده المراقبين نتاعو ولي رابور قاعده حال حاليا تتبعث على اعلى مستوى لكل المسؤولين في الاتحاد الافريقي لكره القدم وايضا الفيفا وبالتالي اليوم يظهر لي الصوره نتاعنا
نجم تضر المنتخب. انا دعوه قبل ما نكمل معناتها المداخله نتاعي ونعطيك الكلمه اسلام وسلمون جوانيس لو تسمح، دعوه بربي الى سلطه الاشراف السيد الوزير اليوم، راهو هذه حاجه مش باش يضر فيها لا وديع ولا الجامعه ولا الوزاره ولا حتى حد، باش يضر فيها كره القدم التونسيه، وهذه مسؤوليه الجميع. يلزم نلقاو مخرج من هنا نص ساعه ساعه على اقصى تقدير، نخرجوا بلاغ مشترك بين الجامعه والوزاره ونوضحوا الوضعيه حتى نحطوا نقطه للموضوع هذا، لانه اذا كان يتواصل اكثر من هكا ينجم يكون عنده تبعات كبيره برشا. واضح. ما تفش نجم يكون فما عقوبات مثلا كما يقولوا على المنتخب التونسي كما قال شاكر؟ والله شوف الله يقدر، معناتها نحن بالطبيعة الله يقدر هذه وما نتمناوهاش، راهو انسحاب معناتها المنتخب التونسي في معناتها جزائيا في مقابله نظمها في بلاده فضيحة، تعتبر معناتها عار مش حتى فضيحة، عار يتواصل لسنوات وسنوات، وان شاء الله ما نتمناه وما نوصلولوش، خاطر انا شوف نحن نقولوا نحب الكره، انا شخصيا نحب نحضر مقابله، ماذا بيا راني انا نمشي اليوم ونلقى الجمهور 50000 و60000 يحضروا، لانه اليوم تلعب في مقابله مصيريه في المرحله الاولى باش ترشح للمقابله الفاصله ترشح لكاس العالم، وتعرف وقت اللي تشوف اليوم صربيا تشوف معناتها اش معناتها قيمه ترشح لكاس العالم، معناتها رئيس الجمهوريه تشوفه فرحان ومعناتها يتفرج في التلفزه وهذه دي معناتها في سونس في فيكتوار، كيف مش معناتها اهميه الكره، معناتها تشوف اليوم رئيس كرواتيا شفناه ولا كرواتيا، معناتها شوف اش معناتها هذه فرحه كاس عالم، راه ماهيش قصه راه لاعبات ولا اشخاص ولا حتى حد نجم يركب عليها، راه الشعب فرحه الشعب التونسي راهي ما تتقاسش بحتى شيء، معناتها دونك اليوم الناس الكل لازم نوفروا ظروف الباهيه للمقابله باش الملاعبين يعرفوا يلعبوا ويجيبوا لنا الطرح، هذا راهو بليزان بورتون، راهو اليوم اللي يحب يركب تونسي مركيه من شبيروات، ماهيش اليوم ماهيش موجود لا في عركه ولا في شيء، الشعب التونسي يحب بلاده يحب تونس تربح يحب تترشح، ما هي مش هامه معناتها تفاصيل صغيره هذه الكل ما عندها حتى معنى، ماهيش مشكله حتى حد في الاخر، دونك ان شاء الله ما نقول بلوز امبورتون عندي انا، ان شاء الله اللي المنتخب التونسي يكون اليوم في نهاره ان شاء الله يكونوا جوالات حاضرين يرجعوا ديما الدين للبلاد هذه وللعباد اللي تستنى واللي تامل باش ترى ديما المنتخب التونسي في ابهى حله، بعيدا عن شوف الاختيارات والفنيه والمدرب والملاعبين وشكون لعب وشكون لعبش، انا واحد من الناس كتونسي نحب تونس تربح نقطه الستار، ما التفاصيل باقي كل اخرى ما تعنينيش وما تهمنيش، معناتها بالنسبه لي انا مش تدخل نلوج وراء الكوره عشان ما انا تملي الكوره، معناتها نحب تونس تربح نحب كيف نسنا ترشح نحب نمشيو الكوب دي مون في تقريبا في عمل ريكور بالنسبه للدول العربيه كي ترشح للمره السادسه، تشوف اليوم بلدان معناتها قبل سبقه ديجا في وقت اللي كان عندنا ترشح ساهل، معناتها اليوم صعبنا شويه على رواحنا، فما نزيدش نصعبوه باللي كوليس هذوما اللي من الحقيقه ما تفيدنيش وما تفيدش حتى رياضي وحتى واحد يحب الكوره ويحب تونس. يعطيك الصحه، شكرا لك انيس بميم على كل هذه التفاصيل القانونيه اللي مديتنا بها بخصوص وضعيه اليوم تاع دخول الجمهور، اللي الحقيقه الى حد الان فما حد شيء واضح، برشا عباد حتى شاكر يبعثوا لنا على ميساجات ما فما حد شيء واضح، كل الوزاره تقول لك حاجه والجامعه تقول لك حاجه، سين منجي فني نجم اثر على اللاعبيه اللي صاير هذا الكل. هو الحاجة بربي أنا فرحان اللي حنا بعل اللي رجوع حنا بعل، لأن كي تمشي كأنفيتي تحس روحك ماكش كأنفيتي، تحس روحك من العائلة متاع حنا بعل، فريمون ناس اكسبسيونيل وإن شاء الله ربي يعطيهم كل الخير وحمد لله على رجوع، ونتمنى نفس الشيء نسمع تي في. ما ينجمش أثر برشا لأن اليوم الملاعبية خارجين من الشيء هذايا، لأن يدواف سي كونسونتري، وهذايا هي الرسالة اللي لازمها تتعدى من الإطار الفني، وتعرف كيفاش تعديها الرسالة، لأن الكرة أون فان كونت في ساقين الملاعبية، والملاعبية اليوم عندهم فرصة اللي هما مستائين برشا من النتيجة اللي صارت في غينيا الاستوائية، وحاجة أخرى اللي صار معناها اجتماع ما بين الملاعبية بقيادة وهبي الخزري أونتر لي جوار في وحدهم كاجتماع بور ديسكوتي دو تو سا، وجو بونس اليوم باش يحاولوا يوريو فريمون الصورة الحقيقية للفريق الوطني التونسي، لأن عندنا ملاعبية كي سون كابابل باش يعملوا لو بلوس ونترشحوا إن شاء الله، لكن اليوم ماهيش ما لازمش تكون إكسكيوز، حاجة أخرى راهو ما عطيناهاش قيمة بتاتر اللي المنافس نتاعنا زاد باش يحط بريسيون على الفريق الوطني التونسي، راهو على الجماهير، اسكو الجماهير باش تكون موجودة؟ أتونسيون كو لو بوبليك نو سوا با لا، جو كروا شاكر والماتر أنيس بالميم تبارك الله وضحوا كل شيء، لكن الشعب التونسي يحب الفريق الوطني التونسي وما نظنش باش ياخذ ريسك باش يعمل باش نخليه فرصه للفريق المنافس باش يكون معناها عنده ديزكسكيوز، شفنا ما تعرف الكاف ولا الفيفا راهم يسامحوش وتو ريسك اون اليميناسيون، يلزمنا ان شاء الله نترشحوا باش نحضروا ديجا لا كوب دافريك ولا كوب دي موند ومن بعد
لا كوب دافريك ولا كوب عرب دونك ومن بعد في شهر مارس جو كرو لا كونفرونتاسيون ديريكت على الترشح. الكره ماهيش اكسكيوز اليوم في ساقين الملاعبيه اليوم سي كوم سا با اوترومون والجماهير ما يلزمهاش تتنقل يعني كان يصير مشاكل ولا تدخلات هاي الوزاره قالت لهم يجيو الوزاره ايش نقول لك الوزاره اني تي با او كورون دي الحاجات اللي صايره ما بين الكاف والجامعه التونسيه الكبيره لا 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 الكورون كل شيء الوزير قال شنو القانون لا لا عندهم الوزاره آه. عندهم كل المعطيات ويعرفوا انه اذا كان صار حتى ما نغلطوش الناس المنجي اذا صار ريونيو تكنيك نتاع اي مقابله مش في تونس بركه راهو كل المعطيات اللي تتقيد في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في البي في نتاع ريونيو تكنيك ويصحوا عليه زوز مسؤولين نتاع زوز منتخبات راهو يتم تطبيقه بالتمام والكمال معناتها ما نجموش اليوم نعملوا بي في على اعلى مستوى مع الكاف والاتحاد الافريقي والممثلين نتاعو بين المنتخب التونسي والمسؤولين نتاعو ومنتخب زامبيا والمسؤولين نتاعو بعد نقولوا ليه راهو اسمع هذه ما نتخالفوا فيه وبالتالي الوزاره في بالها كل شيء سيمون فقط للتوضيح اي لا بارك الله فيك ما يسمع حتى حد ما اللي صاير فضيحه من الزوز فضيحه كبيره برشا لان اليوم الجماهير التونسيه هو راهو حتى ملعب رادس مش مؤهل باش تحط فيه 50000 متفرج راهو اليوم ولا مش 50000 هو مش 50000 هو الملعب 50% من طاقه الاستيعاب نتاعو معناتها نحكيو تقريبا على 20000 25000 في اقصى الحالات باهي دونك انا نقول اللي تو سامبلومون ما ناخذوش ريسك اليوم والله بعد ساعات راه ثم ناس انا شفت وليد يبيع في مريول وقلت له قال لي باش نمشي نتفرج في ليكيب ناسيونال قلت له علاش تبيع في مريولك دونك بور فو دير ثم اللي يبيع البورتابل نتاعو معناها سي دي ساكريفيس يعملوا فيها باش يمشيو يتفرجوا الفريق الوطني التونسي خاطر الحاجه الوحيده اللي تدخل الفرحه للناس البارح الفريق السويسري تأهل لكاس العالم معناها ديتريمون دو ليتالي تشوف الشيء منقوص من خمسه لاعبين تيتولير تشوف الشيء اللي صاير في سويسرا وفي وزالونتور معناها حتى ايفيون معناها لا فرونتير فرونسيز الكره راهي الاشياء اللي تدخلك الفرحه هذه لو بلوز امبورتون دون تو سا توا فيزون ابستراكسيون باللي صاير هذايا لو بلوز امبورتون سي لا معناها كاليفيكاسيون بور فير لو تور معناها دو كاليفيكاسيون بور لا كوب دي موند هذا هو المهم لان اليوم يلزمنا مركزين ويلزم لونتوراج تاع الفريق الوطني التونسي يعرف كيفاش يتعامل او نيفو دو ديسكور باش نشوفوا لان اليوم لي غران جوار تلقاهم دون لي غران رونديفو اليوم سي ان غران رونديفو يلزمنا جوارات تكون في المستوى خلينا نحكي شويه على المقابله نبدا ناخذ كلمه سي على مقابله المقابله الماضيه ضد غينيا الاستوائيه شاكر ظهر لي ديسيبسيون المنتخب في المقابله هذه ولا اكيد هو ديسيبسيون للناس الكل لما فقدت بربي معناتها في 20 ثانيه بربي دعوه معناتها الحقيقه دعوه للسيد الوزير وللمستشارين نتاعو وديع الجاري والناس اللي يخدموا معاه بربي نحاولوا نحلوا الملف نتاع المقابله والجمهور تو قبل يا اسلام ما الدوسي يخرج من يدينا ونندموا راهو اذا الدوسي تخل ولا عند الفيفا وعند الاتحاد الافريقي لكرة القدم رانا النجم ونندموا وراهو النجم تصير برشا تبعات ووقتها ما عادش حتى واحد يقول انا خاطيني وانا مش مسؤول دعوه صوت الحكمه اليوم مطلوب انه اليوم المقابله تقرر انها تلعب بلا جمهور نلعبوا بلا جمهور ومن بعد توا حدنا نتعاركوا نكملوا مباراه اليوم راهي مباراه حاسمه راهي مباراه نتيجتها مهمه برشا للمسيره نتاع المنتخب الوطني التونسي لكره القدم وكره القدم التونسي ماهيش عركه بين الوزاره ووديع الجيري فما عركه تو نحكيو فيها بعد الماتش ايوه اكيد فما عقلاء في الوزاره في الجامعه يتدخلوا حتى هما ما يحكيوش خويا هذا شنو نتمنى لازم حل بيناتهم بل ما الملف يخرج على معناتها من الاطار نتاع تونس ويمشي للبيروات ونولي وقتها نقرقوا ونعملوا في تدخلات وغيره ما نلعبوش بمصلحه المنتخب الوطني التونسي هذه رساله وانا عندي ثقه انه سيتم حل الملف ومتاكد انه المقابله ستلعب بدون حضور الجمهور بالنسبه لمباراه زامبيا اسلام برشا كلام تقال لا الحقيقه معناتها غينيا الاستوائيه واحنا بيدنا كصحفيين لموا علينا اللي كنا شويه ميشون مع المنتخب الوطني التونسي وكنا معناتها الكريتيك نتاعنا كانت معناتها قويه شويه يقول لك اليوم اوكي تعدينا بجورسون وعادي ويلزم المنتخب الوطني التونسي مازال ينجم يسور تراب ما فماش علاش نكونوا صعاب مع المنتخب الوطني التونسي ولكن اسلام انا نقول اليوم تفرجت الحقيقه في فرنسا وكازاخستان مباراة وفات تسعة شفت ديدي ديشان كيفاش يلعب مع كازاخستان والتشكيلة اللي حطها لونجلتير البارح ولونجلتير وقبلها عشرة وعشرة وقبلها وشفت زادة شو اسمها خمسة في المقابلة الأولى لونجلتير نتاعها ربحت وبالتالي اليوم بالضبط اليوم شنو المطلوب اليوم علاش تغش الجمهور اسلام وعلاش تغش الاعلام التونسي على المباراه مش على خاطر خسرنا لا باديتو على خاطر احنا ما حبيناش نفهموا اللي راهو اليوم
يلزم نحطوا احسن 11 في كل مقابله باش نجيبوا 3 بوين، ويزينا من اللغه اللي نحن ماشيين الغينيا باش نعملوا ماتش نول ونروحوا بان بوين وني كاليفي وتصبح الاخير باي باي. اليوم الكره تبدلت، فرنسا تلعب مع كازاخستان تعطيها 9 تعطيها 9، تلعب بمبابي وتلعب بنزيما وتلعب بجريزمان وما خرجوش وبنزيما مضروب وتخلي يلعب وما ترانيش معاهم وتخلي يلعب تيتولير. هذه الكيبات الكبار. احنا ملاعبيتنا تختار ماتشويتها، احنا ملاعبيتنا تختار ماتشويتها، وملاعبيتنا ما تهزش تليفون على الانترونور بتاع المنتخب الوطني التونسي ونعرف شكون قاعدين نحكيو عليه. وملاعبيتنا اليوم فما شكون نكلموه كيما رفيعه بعد ما نخسروا مع غينيا الو اجا للمنتخب الوطني التونسي، واليوم ولينا دخلنا في سيركل نتاع انه باش نلعبوا في ثلاثه في اللاكس اتو نحكيهم بعد على التشكيله. وبالتالي معناتها اليوم ندخلوا رواحنا في عركه، ندخلوا رواحنا في حرب، ندخلوا رواحنا في دوت احنا في غنى عنه. انا هذا سبب الحقيقه ربما معناتها النقد الكبير للمنذر الكبير. منذر الكبير ماناش نلعبوا، هذه مصلحه تونس، المنتخب الوطني التونسي ماهوش لعبه، يمشي يلعب مع غينيا يجيب 3 بوين مانيير وريزولتا، وانت سي المنظر تقول لي راني انا من الكلاسي الثاني في الافريق وراني لول في العرب، يلزمك توريهولي على التيرا، يلزم نكرازي غينيا ونكرازي زامبيا ونكرازي موريتانيا ونمشي نلعب الند للند وقت اللي نتيح مع مصر ومع نيجيريا ومع الكامرون. وقتها المنتخب الوطني التونسي حتى كي نخسره ما نكونوش قاسين عليه، لانه خسرنا مش على خاطر احنا اقل من غينيا، لا خسرنا على خاطر احنا ما عرفناش نحذره لا 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 بدنيا ولا ذهنيا ولا 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 معناتها كل شيء تقريبا ما كانش حاضر في المنتخب الوطني التونسي. مشينا لغينيا الديسكور كان واضح، اللي يتفرج ويفهم الكوره وسيمونجي نجمي اكد، مشينا بور نيغوسي ان بوين، خسرنا لان بوين وخسرنا المانيير وخسرنا برشا حاجات. واليوم شوف وين نلقاو فانا وضعيه المنتخب الوطني التونسي يلزمو يربح باش يبعد على حسابات الكل. خليني نقول لك بما نحكيو في نص ساعه ثانيه على مقابله اليوم، كلمة على المقابلة اللي فاتت سي المنشي. المقابلة اللي فاتت كي تشوف الديسكور نتاع سي منظر كبير قبل المباراة، وهذه أنا كنت فريمون جيتي توني بالديسكور هذايا في 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 جريدة لوتون جو كروا، كتب قال احنا ماشيين باش نروحوا بالفيكتوار بالكاليفيكاسيون. وكي تشوف الكلام والفعل سي ديفيرون، لأن كي تشوف التركيبة نتاع الفريق كانت سي بلوتو ان جو ديفونسيف ونحاولوا نلعبوا الكونتر اتاك، وهذا اللي صار. معناها اللي ما لعبناش على الفيكتوار، لعبنا بور فير ماتش نول. وكنت تلعب باش تلعب على ماتش نول سي سور كو تنجم تغلط وتنجم تصير حاجه. والشيء اللي تخوفين منه وحكينا فيه خويا اسلام او نيفو دو لاك سنترال سي توجور لو ميم بروبليم وما تصلحت شيء. غياب الياس الصخيري، المردود نتاع بعض اللاعبين مونجي، معناتها الناس اللي سامحني تحكي على لاك سنترال، الناس اللي تتبع الكوره تشوف الرياكسيون نتاع الديفونسوريت نتاعنا في البونتو لقطه الهدف وقت تسنترت الكوره واخذها براسه لاتاكون نتاع غينيا الاستوائيه طاحت بعيده عليه تقريبا 3 متر، حتى واحد ما مشى واتاك الكوره قبل وقت اللي لاك سنترال نورمالمون هو يونتيسيبي، واخذ الكوره ومدها لصاحبه. وفما تقريبا 6 معتم لاعبيه في المنتخب الوطني التونسي على هذه اللقطه عمري ما شفتها. انا جوار ياخذ كره معناتها ريسبسيون براس يركحها في عقله وهربت عليه وركحها ومن بعد مدها لصاحبه ونسب كلنا نتفرجوا في الديزويت معناتها في الديزويت 6 هذه معناتها ياكد لك اللي فما مشكله مونتاج. هو فوز البنزرتي يقول كلمه ذيك دارك واحد كان يدخل لك الدارك. احنا حاطين البريسيون على رواحنا. انت كي تشوف 7 ملاعبيه من الفريق الوطني التونسي وثلاثه ملاعبيه من الفريق من غينيا الاستوائيه ويسجل لك هدف في لاك سنترال سي مونك دو كونسنتراسيون. وهذه لعبنا بالنار برشا مباريات. لو كنت تفكر انت ياسين مرياح وقتها احنا فايزين 1-0 هنا ضد جوكرو غينيا زاده، ومن بعد شوي لقبلنا 1-1 وكان جات في راهو زفر ضربه جزاء. انا نقول اللي اليوم الرساله ثم قطيعه ما بين الفريق الوطني التونسي فواترونات وسي منظر كبير، لان لو ميساج نو باس بلو. لان كي تشوف انت فريق par avec le capitaine d'équipe يعملوا ريونيون اون انترن سي كي ان بروبليم. ثم حاجه اخرى، وينهم الناس اليوم اللي اوتور دو ليكيب ناسيونال سيتادير عادل السليمي، وينو سي جلال القادري؟ سامحني اذا كان ما عندهمش هما مهمه معناها باش ثم اون نيغوسياسيون معناها او نيفو دو 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 ليفيكتيف. جيسبر ما نلعبوش 3-5-2 نقولها لك. تنحكيو به تنحكيو عليه عن مقابله اليوم بعد شويه الاخبار مع سهيله وبعد راجعين مكملين في البلاي حتى الاربعه.